انترنت الاشياء او انترنت اوف ثينجز او الاي او تي بينا نسمع كلام كتير قوي عن الموضوع ده، وخصوصا الفتره اللي فاتت. اللي يحتقر في الموضوع ويقول لك ده كلام فاضي، واللي معتقد ان الانترنت اوف ثينجز هيغير سطح الارض. مين اللي صح ومين اللي غلط؟ هنشوف الموضوع ده مع بعض دلوقتي. اهلا وسهلا بكم يا شباب، معاكم ايمن محمد، والنهارده هنتكلم عن الاي او تي او انترنت اوف ثينجز. الاي او تي او انترنت اوف ثينجز هي تكنولوجيا جديده لسه ظاهره، وبتحتل مساحه كبيره قوي في الساحه، وبتحتل مساحه كبيره قوي من عقل الشركات، وبتصرف بمبالغ كبيره قوي في تطوير هذه التكنولوجيا. طيب قبل ما نتكلم عن التكنولوجيا دي ونتكلم عن هتعمل ايه في سطح الارض وهتعمل ايه في مستقبلنا كلنا، خلينا بس اتكلم عن ازاي احنا اساسا وصلنا للتكنولوجيا دي. اسباب الوصول للتكنولوجيا زي الانترنت اوف ثينجز في الحقيقه هو اسباب كتيره، بس هنتكلم على 3 اسباب رئيسيه انا شايفها هي الاكثر تاثيرا في ظهور هذه التكنولوجيا. اول حاجه عندنا وهي اتصال الانترنت بسرعات كبيره زي ال 5G، وتاني حاجه هي شيء اسمه الحوسبه الطرفيه ايدج كومبيوتينج، والتالت حاجه هي الذكاء الاصطناعي. 3 حاجات دول مع بعض هم اللي ودونا للتكنولوجيا الانترنت اوف ثينجز. بس خلينا نمسك واحده واحده ونتكلم عنها بالتفصيل. خلونا نتكلم في الاول عن ال 5G. ال 5G هي تكنولوجيا لسه تعتبر جديده نوعا ما، وهي التطور التكنولوجي الطبيعي لتقنيات نقل المعلومات من خلال الوايرلس. التليفونات طبعا كلنا عارفين ال 1G وال 2G وبعد كده 3G، وقعدنا عليها فتره كبيره، وبعد كده طلع لنا ال 4G. بس ال 5G في فرق كبير قوي عنها بين ال 4G وال 3G وال 2G، انها سرعتها ب20 ضعف ال 4G، واستقرار نقل المعلومات من خلال شبكة ال 5G مستقر بطريقة فظيعة. من فترة كده تقريبا شفنا كلنا الفيديو اللي كان العامل فيه بيتحكم في الحفار بتاع البناء، مش حاجة غريبة، بس الغريب في الموضوع ان كان العامل كان موجود في ألمانيا، والحفار في الموقع كان شغال في اليابان. حاجة دي تعتبر نوعا ما حاجة كبيرة، لان نقل البيانات بالسرعة دي وبالطريقة دي وبالكم ده يحتاج سرعات فظيعة، ويحتاج استقرار كبير قوي للشبكة دي، وده اللي بتوفره شبكة ال 5G. نروح للحاجة التانية وهي ال Edge Computing او الحوسبة الطرفية. ببساطة الحوسبة الطرفية او ال Edge Computing هي جزء من فكرة ال Cloud Computing او الحوسبة السحابية. طيب سحابية وطرفية كلام كبير، ماشي. ببساطة الحوسبة السحابية هي ان كل الاجهزة اللي متصلة بشبكة الانترنت بتبعت البيانات بتاعتها لمكان واحد في سيرفر واحد عشان تتعالج البيانات دي، ومن خلال البيانات المجمعة من الاجهزة كلها دي تقدر الشركة او المكان ده يقدر ياخد القرار الاصح اللي يفيد كل الاجهزة اللي متصلة بهذه الشبكة. تعريف بسيط. المهم الايدج كومبيوتينج بقى بكل بساطة هو التحديث للموضوع ده. ببساطة تم اكتشاف ان البيانات اللي بتخش السيرفر كتيرة قوي، واغلبها ملهاش لازمة، وبتعمل عبء على معالجة البيانات دي. فالايدج كومبيوتينج بكل بساطة بتقول لكل جهاز لوحده يعالج البيانات ويبعت البيانات معالجة جاهزة للسيرفر ليتم تخزينها وتحليلها فقط، مش يعالج البيانات دي. نروح للحاجة الثالثة وهي الذكاء الصناعي. مع تطور المجال ده يعني الداتا قيمتها بقت كبيرة جدا، عشان كده تلاقي معظم الشركات الكبيرة زي فيسبوك ويوتيوب بيتخانقوا على الداتا بتاعت العملاء اللي عندهم. طيب دلوقتي نرجع للاي او تي او الموضوع الاساسي بتاعنا. الاي او تي نتيجة طبيعية لوجود الثلاث حاجات اللي انا اتكلمت عنهم. عندك سرعات انترنت عالية واكثر استقرارا، عندك عبء اقل على السيرفر، وعندك خوارزميات ذكاء اصطناعي بتقدر تطلع لك بيانات دقتها كبيرة قوي. كل الكلام ده معناه ان شبكة الانترنت بقيت مستعدة انها تستقبل نيو ممبرز او مستخدمين جدد. المستخدمين الجدد دول للاسف مش احنا البشر، الاجهزة. ثينجز الاشياء. كل الاجهزه دلوقتي بقيت متصله بشبكه الانترنت عشان تقدر تعرف كل جهاز بيعمل ايه. كل جهاز لما يبقى عارف الجهاز التاني بيعمل ايه، ده بيزيد الفاعليه وبيحصل بينهم نتورك. النتورك دي بتقدر تخدمك انت كبني ادم وتسهل لك حياتك. نبسط الموضوع وناخد مثال صغير. كلنا اكيد سمعنا عن البيوت الذكيه والمدن الذكيه، البيوت اللي انت بكل بساطه بتتكلم مع كل حاجه فيها، بتتكلم مع الاجهزه،
الجهاز بيشتغل لوحده مجرد ما تخش الاوضه، بتصحى من النوم يقدر يحضر لك الكافي بتاعتك اللي انت بتشربها، يشغل لك الافلام اللي انت بتحبها، العربيه بتاعتك تسخن من قبل ما تنزل لميعاد الشغل بتاعك. يعني بكل بساطه الانترنت اوف ثينجز عايزه الحياه تبقى اسهل للبشر. تخيل دلوقتي معايا العربيه بتاعتك متصله بالثلاجه في البيت، الثلاجه متصله بالبرينتر اللي عندك في المكتب، البرينتر اللي عندك في المكتب متصل بجهاز الكمبيوتر، متصلين بالساعه الذكيه بتاعتك، الساعه الذكيه المهم متصلين بالساعه الذكيه بتاعتك. كل الحاجات دي لما تتصل مع بعض هتقدر توصل لك افضل تجربة وافضل راحة في حياتك. واكيد مع كل المجهود اللي بيتشال منك الاجهزة خلاص هي اللي بقت تعمله بنفسها لانها متصلة ببعض وعارفة كل حاجة عن بعض، فالمجهود ده اكيد احنا كبشر هنوفره ونستخدمه في حاجة مفيدة زي اننا نصنع ميمز. بس في سؤال هنا دلوقتي كنت مفروض نسأله من اول الحلقة، وهي يا ايمن دلوقتي لما البيانات دي كلها تبقى متصلة على الانترنت، مش ده في خطر نوعا ما ان البيانات دي كلها تبقى متجمعة في مكان واحد ودلوقتي الاجهزة عارفة تقريبا كل حاجة عن حياتك، ده ما فيهوش خطر نوعا ما عليك؟ خطر في امن المعلومات، الخطر في السيكوريتي، وده اكتر مجال دلوقتي بيتم الاستثمار فيه في سوق التكنولوجيا عامة، ان انت تقدر تشفر البيانات بتاعتك وتحفظها بطريقة امنة. كانت كبيرة بقت تستثمر بفلوس كتيرة او مليارات يا جماعة في الموضوع ده، زي جوجل وفيسبوك وامازون. طيب امازون ايه دخلها بالاي او تي مثلا دلوقتي؟ لو العمر الافتراضي بتاع المايكرويف اللي عندك في البيت بدأ خلاص، المايكرويف بدأ يهني وانت عارفين ان انت شخص مش هتروح هتصلحه ولا حاجة، فاكيد امازون هيبقى عارف المعلومة دي لانه متصل بالشبكة وكل اجهزة متصلة بشبكة واحدة، فهيعرض لك المايكرويفز الجديد اللي عندهم في التطبيق بتاعهم، هتظهر اول حاجة في وشك اول ما المايكرويف اللي عندك في البيت يبتدي يهيس. اعتقد دلوقتي الفكرة ربطت. طيب دلوقتي لو انا عايز اقتحم مجال الاي او تي وعايز اخش المجال ده، ايه المهارات اللي المفروض تبقى عندي او ايه الحاجات اللي المفروض ادرسها؟ طبعا اول حاجة الاي تي والسيكوريتي تقنية حفظ المعلومات او امن المعلومات دي من اهم المجالات اللي دلوقتي الاي تي بيستثمر فيها، دي من اهم المجالات اللي لازم تبقى انت عارفها لو انت عايز تخش مجال الاي تي. او مثلا مجال تحليل بيانات داتا اناليسيس، المجال تحليل البيانات دلوقتي بقى مهم جدا وخصوصا مع وجود البيج داتا. بيج داتا بيج داتا الداتا الكبيره قوي نقدر نحصلها كل جزء من الثانيه عن نفسنا. المهم والحاجة الأخيرة هي الذكاء الاصطناعي بالتأكيد، الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي. لو عايزين نعمل حلقة عن الموضوع ده قولوا لي، أنا ممكن أعملها الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها. دلوقتي قدرنا نعرف إيه موضوع الآي تي وإزاي قدرنا نوصل للموضوع ده. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت، ولو أنت وصلت لحد هنا عايز أسألك سؤال، إيه رأيك في السيت أب الجديد ده؟ ده سيت أب أنا هستمر عليه لمدة، قول لي إيه رأيك في الكومنتات وقول لي عايز إيه الحلقة الجاية، وأشوفكوا قريباً.